ذكريات اليوم. بالطبع يعني هو تصريح مفاجئ للجميع. كلنا نعلم أن المرشد على الجمهورية الإسلامية هو يعني المتحكم والمسيطر على كافة القرارات في الداخل وفي الخارج الإيراني. وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، فكل ما يدور فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني أعتقد أنه في يد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية. أما فيما يتعلق بتصريحه اليوم أو تصريحه الأخير، أعتقد أنها مناورة من الجانب الإيراني تجاه الغرب لمعرفة رد الفعل، خاصة أن قد سبقها ردود أفعال في الغرب عن يعني استحالة عقد اتفاق نووي جديد مع إيران. الأمر الآخر وهو أن هذا التصريح بالنسبة لي هو له دلالة كبيرة على أن إيران قد امتلكت بالفعل التقنية الفنية لإنتاج السلاح النووي، لأن هي ما كانت تسعى إليه إيران خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بعملية كسب الوقت في المفاوضات مع الجانب الأوروبي ومفاوضات فيينا، ثمان جولات في فيينا وغيرها. أعتقد أنها كانت محاولة من كسب الوقت بالنسبة للجانب الإيراني من أجل الوصول إلى التقنية الفنية لإنتاج السلاح النووي. أما فيما يتعلق بالسلاح النووي ذاته، إيران ليست بحاجة للسلاح النووي، لأن يعني هي يعني يعلم جيدا أن كلفة استخدام السلاح النووي سيكون على الجميع وليس على إيران وحدها، ولذلك هي كانت تسعى دائما وأبدا إلى الحصول على التقنية الفنية لإنتاج هذا السلاح. الأمر الآخر أن إيران بالفعل أصبحت تمتلك سلاح ردع يعني فيما يتعلق بالخارج والتعامل مع الخارج، خاصة الجانب الإسرائيلي، عندما أعلنت عن صاروخ باليستي بمدى 1400 كيلومتر، وأعتقد هذا الأمر كان يوم الثلاثاء الماضي وأعلن عنه من خلال الحرس الثوري الإيراني. أعتقد أن كل ذلك دلالة على أن إيران بالفعل أصبحت تمتلك الآن ما يسمى بسلاح الردع بالنسبة للجانب الإسرائيلي أو أي عدو. هي تمتلك مضاعفة، يعني قصدي أن إيران حسب ما فهمت من حضرتك أن إيران تمكنت من مضاعفة الأوراق في يدها للمساومة أثناء المفاوضات. المفاوضات بالضبط، يعني هي بالفعل أصبحت إيران، ولذلك النهاردة يعني في تصريح خامنئي نجد أن هناك شرط وهو الحفاظ على البنية النووية بالنسبة لإيران فيما يتعلق بأي اتفاق نووي مع الغرب. أعتقد أن هذا الشرط هو يوحي بأن إيران لا تريد أن تخسر ما تبني عليه، يعني هي تريد أن يعني تحافظ على بنيتها النووية في حال الرجوع أو العودة إلى إنتاج أو استخدام البنية التحتية النووية لإنتاج سلاح نووي. فهي تمتلك ورقة للضغط على الجانب الأوروبي والجانب الأمريكي من أجل بدء مفاوضات أو توقيع اتفاق فيما بشروط إيرانية والحصول على مكتسبات من الجانب الأوروبي والجانب الأمريكي. طيب دكتور، كيف تتوقع أن تكون ردة الفعل الغربي، يعني الخطوة المقابلة للغرب بعد تصريح خامنئي؟ يعني الغرب سعى خلال الشهور الماضية إلى يعني تقديم محفزات بالنسبة للجانب الإيراني من أجل توقيع اتفاق نووي. الغرب كان بحاجة إلى يعني عودة إيران مرة أخرى إلى سوق النفط العالمية، لأنها ستعوض ما يعني خسرته السوق العالمية من بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. فوجود إيران في السوق العالمية للنفط كان يمثل يعني خدمة كبيرة جدا بالنسبة للجانب الأوروبي، وهي سعت إلى ذلك كثيرا. الأمر الآخر الحفاظ على التجارة فيما يتعلق بالممرات البحرية سواء في منطقة الخليج أو غيرها، والتهديدات الإيرانية للتجارة العالمية، تجارة النفط خاصة. أعتقد كل هذه الأمور كانت الجانب الأوروبي يضعها في حساباته من أجل توقيع اتفاق مع إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي. الأمر الآخر هو إسرائيل. إسرائيل تجد أن والغرب والولايات المتحدة الأمريكية يعتبرون أن العدو الأول لإسرائيل هي إيران، ولذلك لابد من وقف البرنامج النووي الإيراني. العمليات العسكرية سواء العمليات السيبرانية أو عمليات اغتيال العلماء التي تمت على أيادي المتحدة الأمريكية لم توقف البرنامج النووي الإيراني ولم تعطله، على العكس يعني كان البرنامج الإيراني ما زال يعني في طريقه يحقق النجاحات. ولذلك وجد الغرب والولايات المتحدة الأمريكية أن العامل الوحيد لإيقاف البرنامج النووي هو توقيع اتفاق يضمن بشفافية للوقوف على ما وصلت إليه إيران في برنامجها النووي.
دكتور، هناك تعقيبا لحديثك، هناك من يقول أن إيران شعرت بربما خطر إسرائيل وإمكانية استهدافها من قبل إسرائيل، وهذه الخطوة جاءت للوصول إلى الاتفاق النووي رغبة من إيران بالوصول إلى الاتفاق النووي، وبالتالي تستطيع واشنطن هنا أن تقيد تحركات وتصرفات إسرائيل تجاه إيران. ما رأيك؟ يعني كلنا يعني خلال العقد الأخير خاصة، يعني كانت كل العمليات الإسرائيلية تجاه البرنامج الإيراني كانت مجرد عمليات سيبرانية أو مهاجمة أو اغتيال بعض العلماء، لكنها دائما ما تهدد عمليات عسكرية أيضا. لكن العمليات العسكرية فيما يتعلق بأعتقد أني يعني حتى يعني لو عدنا إلى الوراء إلى أيام الرئيس الأمريكي بوش الإبن عندما صنف محور الشر العراق وأفغانستان وإيران، وكان وقتها كان الحديث عن أن حرب قادمة بالنسبة لإيران، ولكن رغم ذلك لم يستطع بوش رغم يعني قسوة هذا الرئيس في تعامله مع القوى المعادية لأمريكا، لأن إيران لها طبيعة خاصة جدا. دعيني أقول أن البرنامج النووي الإيراني أو المواقع النووية الإيرانية موجودة في مساحات شاسعة جدا من إيران، على مساحات واسعة جدا في إيران. الأمر الآخر أنها موجود في أماكن تدريسية صعبة جدا للغاية، التعامل معها عسكريا صعب جدا للغاية. الجميع يعلم أن تكلفة أو كلفة القيام بعمليات عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية سيكلف هذه الدول الكثير، ورغم ذلك لم تحقق الهدف المنشود منه. ولذلك كل العمليات كانت تتم من خلال تجنيد بعض التابعين لإسرائيل في الداخل الإيراني بالأموال وغيرها من أجل القيام بعمليات مهاجمة سيبرانية أو اغتيال للعلماء الإيرانيين. لكن أي مواجهة عسكرية أعتقد أن الدول الغربية وإسرائيل لم تحقق هدفها من هذه العملية، خاصة أن الطبيعة التدريسية لإيران صعبة جدا للغاية. نعم، سؤال أخير وبعجالة لو سمح الدكتور، هل لا زال ممكنا العودة إلى اتفاق 2015؟ بالطبع أصبحت الساحة الآن متاحة، يعني إحنا قلنا أن القرار في إيران في يد المرشد أعلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واليوم هو يعلن عن أنه لا مانع من توقيع اتفاق مع الغرب. لكن هي المشكلة في الشروط دائما التي تضعها إيران على مائدة المفاوضات، دائما الغرب يرفض هذه الشروط، خاصة أنه يرى أن إيران تحاول من هذه الشروط يعني إخفاء الكثير من الأمور عن الجانب الأوروبي والجانب الغربي، خاصة أن فيما سبق كانت هناك مشكلة في الحصول على مواد إيراني مخصصة في مواقع لم تعلن عنها إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإيران حتى اليوم لم تقدم دليل أو تقدم يعني رد على هذا الأمر. كل هذه الأمور تشكك الولايات المتحدة الأمريكية والغرب في نوايا إيران، فعلى إيران أن تقدم يعني حسن النوايا فيما تعلق بهذا الأمر. وأعتقد أن فكرة توقيع اتفاق جديد أو العودة اتفاق 2015 أصبحت قريبة للغاية. أشكرك جزيل الشكر لكل هذا التحليل من القاهرة الدكتور مسعود إبراهيم حسن، باحث في الشأن الإيراني.